السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو رفيسة مغربية، وكنتمنى تتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر وتشوفوا اللي عجبتكم. هنا الرفيسه كل واحد وكيفاش كيديرها. اليوم ان شاء الله غادي نديرو رفيسه برزيمه ديال العشوب. غادي نصبو في الاول الدجاج ديالنا، وغادي نقول لكم شنو كنحتاجو. عندي هنايا الدجاجه من بعد ما غسلتها، ملحتها مزيان وغسلتها والمسائل. عندي هنايا جوج بصلات كبار مقطعين، عندي كاس ديال زيت العود، جوج ريوس ديال الثومه، شويه ديال الثومه مطحونه، وجوج فلفلات حارين، والعطريه كنديروا فيها. عندي هنا الملحه حسب الذوق. خلاص. وعندي هنايا معلقه ديال البزار ولا الفلفل الابيض. عندي انا البزار الابيض. عندي سكينجبير، وعندي الزعفران الحور مطحون، وعندي المساخن ولا راس الحانوت، كل واحد وكيفاش كيسميهم. وغادي نوريكم كيفاش كنصبها. على بركه الله نجيب الطنجرة ديالي، ندير فيها الدجاج. الدجاج من بعد ما قسمته، انا كنقسمو في النص، كيعجبني نقسمو باش كتدخلو العطرية مزيان. نخوي عليه، ما بديت الكوكوط قدامكم على الطنجرة ديالنا باش تشوفو كيفاش. مكنشدش عليه، كنخليها على مهل. نخويو العطرية ديالنا، نوريكم شنو فيها. زويته ديالنا كنقويش ليدام، لان غادي الملاوي غادي نورقوهم بزويته. نديرو جوج معالق صغار ديال الثومه مطحونه، وعندي هنا جوج رويصات ديال الثومه، عندي جوج راس، جوج رويص ونص اللي بغا يكثر يقدر. والفليفلات ديالنا قطع لهم رويص رويصات ونرميهم. دابا غنرد الطنجره ديالنا تشحر، ومن بعد غادي نرويها، وغادي ندوز نوجد رزيمه العشوب ان شاء الله. والرزيمه ديالنا ديال العشوب كنحتاجو، غادي ناخذ هنايا واحد مولينكس باش نطحن. كنحتاج هنايا المعدنوس بوحدو، غير المعدنوس والكبده. اللي بغى يدير كبده ديال الدجاج يديرها، اللي بغى يدير كبده ديال البقري، انا عندي ولاد الغنمي، انا عندي كبده هنايا ديال البقري. عندي هنايا العطريه، الملحه، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الحار فلفله الحاره. وعندي هنايا المساخن ولا كل واحد شنو كيسميهم، راس الحانوت ولا كل واحد شنو كيسميهم. وعندي هنايا الثومه مطحونه، انا عندي دائما الثومه مطحونه. وهنايا ثلاثه ديال البيض، هادشي كامل غادي نطحنوه. غادي نديرو العطريه ديالنا، الثومه. عندي هنايا حساب جوج معالق كبار ديال الثومه، عندنا ثلاثه البيضات والكبده. نطحنو هادشي كامل. وانا موجده هنايا واحد بحال الفوسمون ولا بحال شي منديل يكون عندكم نقي ديال الكوزينه باش نخويو فيها هاد سميتو ديالنا. هذا زين باش هي من بعد ما طحناها كتجي على هذا الشكل. ضروري تطحنوها مزيان باش تندمج. وكنخويوها هنايا، انا عندي هادو كناخذهم غير لهذا الشيء البلدي اللي كنبغي نربط شي حويجه هكذا، كنخليوها كنشري باكيه جديده وكنخليها غير لهاد المسائل هادي. ودابا غادي نجمعوه. الرزيمه ديالنا من بعد ما ربطناها هكذا كنرميوها مع الدجاج،
وكنخليو كلشي طيب مع بعضياتو باش كتطلق حتى هي داك المذاق ديالها في المرقه، وغنرويو من بعد ما يتشحر مزيان ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ملي نصبنا الدجاج ديالنا غندوزو نعجنو العجينه ديال الرفيسه المليويات اللي غنسقيو ان شاء الله بالمريقه ديالنا. عندي هنايا مليحه وشويه ديال الخميره ديال الخبز نديرهم هنايا، وهاد المليويات هادو ما كيحتاجوا لا بيض لا والو غير شويه ديال الخميره والملح، وعلى بركه الله. هنايا درت ثمن نص كيلو ديال الفورص، وفيه غير هاد الزليفه هادي ديال الفينو، الا قويتو فيه الفينو غادي يجي ما غاديش يجيكم، المهم غادي يجي ما عرفتش كيفاش كيجي مدقص ولا، المهم خاصكم ما تقولوش الفينو. هما الملاوي دائما كما بغاو يكونوا خاص الدقيق البيض يكون غالب على الصفر. غادي نعجن ونتلاقاو. وبعد ما علكنا العجينه ديالنا مزيان حتى ولات رطبه مزيان، غادي ناخذ البلاطو ولا الرغيفات اللي غنديرو بهم رفيسه هكذا بهذا الشكل. وكيفاش كتشوفوا العجينه ديالنا كتجي رطبه مزيان. غنكمل تقطيعها، وبعد ما قسمنا العجينه ديالنا كامله على هذا الشكل غنخليها شويه ترتاح، وغنبدا نورق وندير في المقله. وانا غنوريكم الطريقه. انا كنديرهم على شكل رغيفات وكيكونوا رقاق، ملي كتحليها كتلقيها خاويه من الداخل وعاد كتقطعيها. وكنحتاج زويته غير هذه، غير زيت المائده باش نورقوا بها. ما تقويوش الزيت باش ما يجيش مدم. هانتوما ملي كتورقوه مزيان راه كيتنفخ في المقله كما كتشوفوا، وكيجي خاوي من الداخل. نورقو ثاني ديالنا نطلقوها عفوا، غير ملي تكونوا ملي تكونو كطلقوها طرقوها مزيان باش تجي رقيقة. هانتوما هي الاولى، من بعد ما طابت راه كيجي بحال التريد، كيجي خاوي من الداخل كما كتشوفوا. وعاد دابا غادي نقطعو في صغير، انا نستمر على الطريقة ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هانتوما من بعد ما طابت الرفيسه ديالنا وجدات، ها هي الرزيمه ديالنا ديال العشوب كيفاش كتجي. غادي نقطعوها هكذا كيفاش كتشوفوا، كتجي معطره وبنينه بزاف. والرفيسه ديالنا هانتوما غادي نسقيوها دابا، وهانتوما معايا ان شاء الله. ها هي المريقه ديالنا كيفاش كتجي ما ميدماش.
وهذه هي الرفيسه ديالنا، ورفيسه كلشي كيعرف يديرها، بغيت غير نشاركها مع البنات اللي مبتدئات، وكنتمنى تعجبكم وكتجي بنينه بزاف. هانتوما وهذا الرزيمه ديالنا ديال العشوب بالكبده والمعدنوس، كتجي زوينه لذيذه بنينه، نتمنى تجربوها. وكنديروا مريقه في السليفه اللي بغى يزيد. وبسلام عليكم، ومره جايه ان شاء الله.